ما ممثل تونسي معروف اتهمك بالمثلية الجنسية. شوف راو أسهل ما يكون إنك تقذف الناس بحاجات معناها تمس من أعراضهم ولا من بقى. هو إنسان لسانه مذي معناها يسلم منه اللي اللطف يستاهل حاجات خايبة واللي ما يستاهلش ما يسلم منه حد ولا شنو. دونك هذا إنسان هكاك هو. شو احنا الممثلين شنو أبخيتور؟ أنا بشر فينا الباهي فينا الخايب فينا معناها حاجات بوتيتخ تتصلح بالوقت. هذا إنسان من أول الدنيا خاطر الحقيقة يولدني في العمر معناها أنا بحكم أني خلطت على أجيال سابقة وأجيال جديدة جيت بين بين. دونك الناس الكل معناها الناس الكل الحق جات معايا والناس الكل اللي متعلي والناس الكل قالوا لي رانا متعودين بها كيكه راه ولا تسلم منه ولا راجل ولا امراه تبداش رابعة العدويه لازم ما يلقالهاش حاجه هكا ما تمشيش مع اكس ويجريك يقول لك مالا تمشي هكا مالا هكا مالا بون. معناها انا هذا شيء حتى ولو هو معروف من اول الدنيا لسانه موذي انا لا. انا حاجه اخرى ما عندكش الحق تتجاوز حدودك معايا ما عندكش الحق تمس من عرضي ومن شرفي ومن كرامتي. وانا عندي عائله ورايا وعندي روحي ساعه قبل وعندي ولدي وعندي معناها كي تحكي حاجه كيف ما كاين مش بسهل انك تقذف الناس بحاجات كيف ما هكا والناس تسكت لك. وانا باهته في الناس اللي سكتت له قبل وفي الناس ديجا كي انا تكلمت كل واحده قالت لي حتى انا قال فيا حتى انا قال يفازيش بكم ساكتين ماله. دونك شكيت الحقيقه. وين وصلت القضيه تو؟ واجي وتسال وصار ما صار وطلب السماح وقعدت العائله تطلب مني في السماح وهو طلب السماح وراجلي الحقيقه ما حبنيش نسامح وعائلتي ما حبونيش نسامح بينه وبين مولاه وكهو. اما انا سامحت ما منعرفش ابارامون فما حاجه اخرى يظهر لي الحق العام شنو حسيت تقعد اون بلوس الناس الكل الحق تحبني والناس الكل تحترمني الناس الكل لكن راه فما اجيال جديده راه مش بسهل خايب ياسر انك تجي على انسان تقول به وعليه. به الممثل هذايا معروف وكبير في العمر. اي نجم تذكر اسمه؟ لا لا احتراما لعائلته احتراما لسنه احتراما احتراما لشخصي زاد انا في حد ذاته. انا الموضوع هذا ما عادش نحب نحكي فيه برشا. شوف هو تجاوز حده هو راه انا مريت عليه شيء الراجل شو ما نكذبش معناها انا نحترمه ويحترمني من الاول كان يقول لي عنده كلمه شهيره سكر اذنيك وغمض عينيك باش نقول كلمه خايبه على اساس انه يقدرني فهمت. دونك انا ما نفضلكش بالتفدليك هذاك معناها ما نمشيش في الاتجاه هذاك حتى بالتفدليك. دونك من بعد هو طلع انت مثلا كي ماكش داخله في الكلام تاع التفدليك والكل تولي بيك وعليك.